كلنا اكيد كنا بنتابع وهنا في طبعا قناه النادي الاهلي فعاليات طوكيو 2020 والخاصه بمسابقه كره القدم اللي بيمثلنا فيها طبعا منتخبنا الاولمبي اللي يمكن كانت رحلته اربع مباريات من خلال الاولمبياد وكان يمكن الخروج امام البرازيل في مباراه دور الثمانيه. اكيد هنتكلم على ده بالتفصيل، هل كان من الامكان افضل مما كان؟ هنتكلم على دوت بالتفصيل هنا في حلقتنا النهارده. لكن خلاص وصلنا لدور الاربعه الكبار في اولمبياد 2020، نتكلم على المنتخب البرازيلي، المنتخب المكسيكي، المنتخب الياباني ومعهم المنتخب الاسباني. الحقيقه شفنا مباريات رائعه جدا على المستوى الفني على المستوى التكتيكي، لكن خلينا نتكلم يمكن في ثلاث اربع نقاط خاصه بمنتخبنا الاولمبي. منتخبنا الاولمبي ما كان في تباين واضح جدا مش بس في اداء منتخبنا الاولمبي لكن كمان على مستوى ردود الافعال من النقاد ومن الناس الطبيعيه على السوشيال ميديا. هنبدا مباراه اسبانيا اللي يمكن بعد مباراه اسبانيا اداء دفاعي اكتر من رائع، خرجت كل وسائل والجهاز الفني كابتن شوقي غريب واللاعبين وقالوا ان احنا عملنا مباراه كبيره على المستوى الاداء الدفاعي وقدرنا نحصد نقطه في بدايه المشوار امام بطل اوروبا اللي كان بيضم فعلا حقيقي لعيبه على مستوى عالي جدا، كان لسه عندهم كمان من اسبوعين قبل البطوله كان بيشاركوا في اليورو 2020. مباراه خرجت بشكل اكتر من رائع على المستوى الدفاعي، لكن يعني كلنا كنا فرحانين وكلنا قلنا يعني بدايه موفقه جدا للمنتخب الاولمبي. المباراه الثانيه كانت يمكن امام منتخب الارجنتين، ولما بنقول منتخب الارجنتين بيبقى منتخب كبير، منتخب عريق، اسم كبير جدا في عالم كره القدم العالميه، ولكن يعني يمكن الاداء كان سيء للغايه امام منتخب الارجنتين، والخساره اعتقادي كانت خساره مفاجاه، مش مفاجاه ان الارجنتين يعني فرقه كبيره، لكن مستوى الاداء ما كانش مؤهل الارجنتين او فرقه الارجنتين من هذه القوه اللي كانت تفوز على اداء المنتخب القومي. تباين الاحاديث وتباين السوشيال ميديا ما بين اشاده كبيره جدا بالمنتخب الاولمبي امام المنتخب الاسباني، نرجع بعد يومين ثلاثه ونقول ان لا المنتخب القومي صوره وحشه جدا، منتخبنا الاولمبي لا يضم لعيبه على المستوى ده، تناقض على مستوى السوشيال ميديا. لكن نيجي للمباراه الثالثه وكانت المباراه يمكن الفاصله وكلنا كنا بندعي بنقول يا رب امام استراليا، بعض الناس كان بيتكلم يعني ان نتيجتك تتوقف او صعودك يتوقف على الغير، لكن فوجئنا باداء هجومي، اداء هجومي من المنتخب الاولمبي غير متوقع لكن ادى بشكل جيد جدا جدا، وكان الفوز على المنتخب الاسترالي بهدفين، هدفين مقابل لا شيء، فاداء اعتقد كان الافضل للمستوى مستوى الهجوم على مستوى الهجوم على مستوى الشكل الهجومي بهدفين طبعا للا شيء، احرزهم طبعا احمد ياسر ريان زي ما حضراتكم شايفين بيحرز الهدف الاول، والهدف دوت كان في توقيت اكثر من رائع قبل نهايه الشوط الاولاني بحوالي اربع دقائق. الشوط الثاني كان طبعا في بعض الفرص الكبيره جدا وهيجي لنا حديث مطول عن محمد الشناوي، محمد الشناوي اعتقد هو بطل الاولمبياد وبطل الفريق في اولمبياد طوكيو 2020، قد ايه كان ليه دور ايجابي جدا، لكن الاداء الهجومي للمنتخب زي ما احنا شايفين بيأدي بشكل جيد جدا في الاداء الهجومي، وبالتالي بنحرز الهدف الثاني لمنتخبنا، وده يعني كانت بطاقه التاهل لدور الثمانيه بعد طبعا ما يعني اسبانيا فازت على الارجنتين. خلينا نتكلم المشوار المنتخب ما بين اداء جيد جدا على مستوى الدفاع، ما بين هبوط حاد جدا على المستوى الاداء الهجومي، ما بين تناقض في التصريحات على السوشيال ميديا بدايه من مباراه اسبانيا نهايه من مباراه استراليا، ويبقى طبعا مباراه البرازيل ومصر هي ان شاء الله هيكون محور حديثنا النهارده على كمان الاداء، هل الاداء امام منتخب كبير امام البرازيل؟ وعندي نقطتين ثلاثه سريعا جدا هتكلم فيها مع حضراتكم، ليه منتخب دايما بيظهر امام المنتخبات ذو الاسماء الكبيره برهبه كبيره جدا، بتاخد جزء جدا من الاداء الهجومي بتاعه من تركيزه، وده شفناه حقيقي امام منتخب الارجنتين وكمان امام المنتخب البرازيلي. مفيش شك ان في فروقات في الخبرات، مفيش شك ان في طبعا لعيبه على مستوى عالي على مستوى الفني على مستوى البدني في منتخب البرازيل اعلى من المنتخب المصري، ولكن في اعتقادي الشخصي كان ممكن يكون افضل مما كان. المنتخب البرازيلي استحوذ في اخطاء هنتكلم عليها، اكيد في اخطاء وزي ما حضراتكم شايفين ده هدف البرازيل الهدف الفوز، لكن انا هاخدكم لنقطه ثانيه خالص.
هاخدكم نقطة يعني في محورين. المحور الأولاني رهبة الفرق المصرية من الأسماء الكبيرة ديت، هنتكلم عليها لأن احنا لينا تجارب سابقة على مستويات عالية جدا. احنا فزنا، المنتخب الأول فاز على إيطاليا بطل العالم، المنتخب المصري أدى مباراة أكتر من رائعة أمام المنتخب البرازيلي والفوز بصعوبة 3-2، كمان المنتخب الأولمبي يعني اللي كان أتشرف إن أنا المدير الفني ليه أمام منتخب البرازيل، ومنتخب البرازيل بيفوز بصعوبة 3-2. دي جزء هتكلم على خبرات اللعيبة. حضراتكم عارفين إن المنتخب البرازيلي 6 من اللي كانوا موجودين في أمام المنتخب المصري بيلعبوا في التوب 5 ليجز في العالم. بنتكلم على لايبزيج، بنتكلم على سيفيليا، بنتكلم على ايفرتون، بنتكلم على اياكس، بنتكلم على انديه كبيره جدا هؤلاء اللاعبين بيلعبوا فيها. ولد عنده اقل من 23 سنه عنده هذه الخبرات، اكيد هيكون في فروقات كبيره جدا.